بحث وزير البترول وثروة المعدنية كريم بدوي مع عدد من المسؤولين سبل دفع العمل على مواجهة التحديات الخاصة بنشاط إنتاج البترول والغاز وأهم الموضوعات ذات الأولوية والتي يجب العمل عليها من أجل زيادة معدلات الإنتاج والعمل على تحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة. وأكد بدوي أن تحقيق النمو لموارد مصر من البترول والغاز هدف أساسي من أجل تلبية متطلبات المواطنين وفي مقدمتها توفير الطاقة الكهربائية.